أهلا بكم. بعد أن شهدت محافظة شبوة مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات على خلفية محاولة الأخيرة السيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح كما فعلت قوات الحزام الأمني في عدن في يناير 2018 حين حاولت الانقلاب على الشرعية. مؤخرا شهد أنبوب النفط والغاز في شبوة عمليات تفجير من قبل مجهولين، وشكل المحافظ لجنة تحقيق في الحوادث، لكن اللجنة منعت من الوصول إلى أماكن تفجير الأنبوب من قبل النخبة الشبوانية التي أطلقت النار عليها. تسيطر الإمارات عبر قوات النخبة المدعومة منها على مناطق حقول النفط والغاز وخطوط التصدير، وجود وسيطرة تحمل الكثير من التساؤلات حول حجم ومصير التصدير الذي لا علاقة للشرعية به، واتهامات أخرى حول تهريب المحروقات لجماعة الحوثي الانقلابية تصعد إزاحة قوات الشرعية من هناك بعد أن منعتها من التصدير وإدارة الإنتاج. كيف سيتعامل مجتمع شبوة المتماسك مع محاولة إغراقه بالفوضى؟ وما موقف الشرعية من الفوضى الإماراتية المتجهة نحو حقول النفط؟ هل أنتم محتاطون لذلك؟ نعم أسمعك. بالنسبة للمصافي وبالنسبة للميناء بالحاف وبالنسبة للميناء نشيمة وبالنسبة لشركة العقلة النفطية لن واجنه، لن نسمح لأي جهات بتدخل فيها. لم يكن خبر الانسحاب الإماراتي من اليمن إلا لذر الرماد على العيون وانحناء للعاصفة الشعبية الساخطة بإعادة التموضع. هذا ما تقوله الأحداث والوقائع اليومية على الأرض في مناطق سيطرتها، وهذا ما يقوله سعيها لإكمال السيطرة على باقي المنشآت والمناطق الحيوية في شبوة. وبالتزامن مع إخراج مسرحية الانسحاب الهزلية، توتر أمني وعسكري بدأ بهجوم قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات على قوات الشرعية في محاولة للسيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة، وانتهى بعملية تفجير لأنبوب النفط والغاز. بعد إفشال تقدم النخبة الشبوانية للسيطرة على مؤسسات الدولة في عتق بقوة السلاح واحتواء التوتر بلجنة وساطة، توالت الأعمال التخريبية على أنبوب النفط والغاز، فقد تعرض الأنبوب لتفجيرين خلال يومين متتاليين في مناطق خاضعة لسيطرة النخبة الشبوانية، والفاعلون مسلحون مجهولون. محافظ شبوة كلف لجنة للتحقيق في أحداث التفجير بنزول الميداني، غير أن اللجنة منعت من الوصول إلى مواقع التفجير من قبل النخبة الشبوانية وتعرضت للاستفزاز وإطلاق النار. تواصل الإمارات التحشيد العسكري والتحريض الإعلامي لإشاعة الفوضى في شبوة ولعرقلة السلطة المحلية وأعمالها هناك، لكن لماذا كل هذا الإصرار وماذا تريد من شبوة؟ تكمن أهمية شبوة في موقعها الاستراتيجي الرابط لمربع النفط اليمني وللجغرافيا اليمنية ولما تتمتع به من ثروات وحقول نفطية وغاز. تصر أبو ظبي على تفتيت الكتلة المجتمعية الصلبة في شبوة وإغراق المحافظة بالفوضى الداخلية للتصرف بالنفط والغاز في الحقول التي تسيطر عليها، ويجري الحديث عن السماح لشركات تمتلك الإمارات فيها حصة كبيرة بالعودة إلى الحقول النفطية بعيدا عن الشرعية الممنوعة من التصدير رغم حاجتها لرفد الخزينة العامة للدولة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط الإعلامي والسياسي عبر سكايب أكرم القعيطي من كندا. مساء الخير أستاذ أكرم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. كما سينضم في هذه الحلقة العديد من الضيوف عبر الهاتف. بداية أستاذ أكرم، برأيك أين تمضي محاولة السيطرة الإماراتية على منافذ النفط والغاز في شبوة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولة الإمارات للسيطرة على منابع النفط في شبوة هي ليست خافية على أحد، فشبوة هي محافظة غنية بموقعها الذي يمتاز بميزات فريدة أيضا،
فشبوة توجد بها سواحل سياحية مثل ساحل بئر علي وشواطئ بلحاف، والتي تعتبر مركز تصدير الغاز المسال والنفط في بيحان، وتتميز بالتنوع الجغرافي أثر تنوع نشاطات السكان في هذه المحافظة. طبعا شبوة هي لم تتمتع بأي حقوق أو تطوير اقتصادي على مدى عقود أدى إلى هجرة كثير من أبنائها إلى الخارج. ومحاولة السيطرة على منابع الغاز والنفط في شبوة هي يعني قديمة متجددة، وليست الإمارات وحدها هي من تحاول فقط فيها يعني السيطرة على هذه منابع النفط والغاز، وإنما في الوقت الحالي هي الإمارات التي توجد في تلك الأماكن والتي تحاول السيطرة على تلك المصادر التي تمد الخزينة اليمنية. نعم. الإمارات بالطبع لن تفرط في هذا المحصول الذي تسعى لاستثماره لسنوات، وكان دخولها في بادئ ذي بدء لمحاربة الإرهاب وتحت اسم استعادة الشرعية واستعادة الدولة، وكل اليمنيين طبعا هم مع هذا الطرح ومع هذا الأمر في استعادة الشرعية واستعادة الدولة، ولكن مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة أنه انحرف المسار قليلا، فاتجهت الإمارات للسيطرة على منابع النفط والغاز ومنع التواجد الحكومي في تلك المناطق. فمنذ سيطرة النخبة الشبوانية، وسنتعرض لكيف نشأت النخبة الشبوانية إن سمح الوقت، منذ سيطرتها على المحافظة منعت هذه القوات تواجد الحكومة الرسمي في 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 المواقع الحكومية في المؤسسات، وحتى الموظفين الصغار تم منعهم في تلك المؤسسات الحكومية، بل قامت باحتجاز واعتقال كل من يرفض الأوامر ويمتثل للمطامع التوسعية لها في تلك المحافظة، حتى وصل أنه درجة أنه يدخل السياسيين الإماراتيين والعسكريين إلى هذه الأماكن من دون علم الحكومة حتى، ولا كأن الحكومة موجودة في تلك المحافظة. نعم، ربما الحكومة لا تستطيع طبعا يعني. مطامع الحكومة نفسها لا تستطيع الوصول، فقد تم منع الوزير النغل الجبواني في وقت سابق من دخول بعض المواقع والميناء ايضا في بلحاف. طيب نقلت صحيفة القدس العربي في تقرير سابق لها أن أبو ظبي تسعى في مخطط لها للاستفادة من غاز محطة بلحاف الغازية، لأنها بحاجة للغاز، والغاز يحل محل بعض كميات الغاز القطري الذي تسعى أبو ظبي للاستغناء عنه في ظل استمرار الحصار على قطر، وفي ظل استمرار الأزمة بين الدول الأربع وقطر، وفي ظل استمرار الحصار على قطر. فهذا هو الذي تسعى إليه الإمارات في الوقت الحالي، وإيجاد مصادر بديلة للغاز القطري لكي يكون بديل يعني مثمر لها. نعم، بعد استهداف أنابيب النفط ومنع الفرق أيضا من إصلاحها من قبل القوات الموالية للإمارات عبر النخبة الشبوانية، يعني هناك سؤال يود أن يفهمه المشاهد، ما الذي توده الإمارات أو ما الذي تسعى إليه بالضبط؟ يا عيدي السؤال لو سمحتي. نعم، يعني قلت بعد أن تم استهداف أنابيب النفط تم منع أيضا الفرق الهندسية من إصلاح هذه الأنابيب، مما يجعلنا نتساءل ما الذي تريده الإمارات وما الذي تسعى إليه؟ الإمارات تسعى إلى أن تكون المنطقة تحت سيطرتها بالطبع، فإذا لم تكن يعني أنابيب النفط وأماكن تصدير النفط والغاز المسال تحت سيطرتها، فطبعا ستكون تلك الأماكن يعني تتعرض لبعض الفتن وبعض الأعمال التخريبية.
طبعا هذا الأنبوب تم تفجيره تفجير مجهول، فنزلت فرقة عبر اللجنة بشكل من المحافظ لإصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك التفجير، ولكن أنه تم منعها من النخبة الشبوانية، بل تم اختطاف الفريق الهندسي بحجج واهية، بحجج يعني ليس لها أساس من الصحة، أن هؤلاء يتبعوا الإصلاح ويتبعوا علي محسن، وأنه وكل هذه إنما هي مبررات ليس لها أساس من الصحة في 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 الواقع، حتى وإن كان لبعضها أساس من الصحة، ولكن الهدف منها هو زعزعة المنطقة للسيطرة عليها فيما بعد والتمكن منها فقط لا غير، لأنها لم تستطع الفوز في، أو لم نقل الفوز، إنما لم تستطع النجاح في في محاولة الانقلاب التي تعتبر فاشلة، التي قامت في محافظة شبوة في الأسبوع المنصرم، والتي أفشلتها الحكومة الشرعية، فأدى ذلك إلى انسحاب النخبة والقوات التابعة للإمارات إلى الأماكن الخلفية والأنابيب الممتدة للسيطرة عليها، فإذا لم تستطع السيطرة على المركز ستسيطر عليها من الأطراف والجوانب. إذن سنناقش ذلك أكثر أستاذ أكرم، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الأحمدي الأمين العام المساعد لحركة النهضة من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. نعم أستاذ علي، هل تسمعني؟ مرحبا، أهلا بك. إذن أستاذ علي، نود أن نعرف منك ما الذي يدور في شبوة؟ هل يمكن وصف ما يحدث في هذه المحافظة؟ نعم أستاذ علي، هل تسمعني؟ نعم، إذن سقط الهاتف وسنحاول التواصل بك مجددا أستاذ علي. أعود إليك أكرم. أكرم، يعني حدثتنا كيف حدث الانسحاب، وكان أنها حاولت أن تسيطر على مركز المدينة ثم انسحبت للسيطرة على الأنابيب. إذن هل تسعى الإمارات عبر القوات الموالية لها لإيقاف تصدير النفط من شبوة؟ نتحدث، إذا تحدثنا عن إيقاف تصدير النفط في شبوة، ف مثل ما ذكرت أن الإمارات إذا لم تكن منابع النفط تحت سيطرتها طبعا ستسعى لزعزعة استقرار المنطقة لكي تتمكن في وقت لاحق من السيطرة عليها. طبعا محافظة شبوة لا أحد يريد لها الاستقرار، لهذه المحافظة الفتية، لا الإمارات ولا غيرها من القوات الأخرى، فالمؤشرات على الأرض تسير في غير طموح الأهالي الذين يسعون لأن تعود عائدات تلك الثروة على محافظتهم بالفائدة، تلك المحافظة التي حرمت من الحقوق على مدى عقود على مدى سنوات كثيرة، أو على الأقل أن توفر لهم متطلبات الحياة من الكريمة من المياه والكهرباء. وبغض النظر عن القوى والأطماع الخارجية التي تحاول لبس ثوب الشرعية كما ذكرنا واستعادة الدولة، فيبدو أن القوى السياسية في محافظة شبوة كما سمعنا في الأيام القليلة الماضية بدأت تحصن جبهتها الداخلية، وخاصة بعد نجاح إجهاض الانقلاب في عتق، ويبرز ذلك في اجتماع الذي الأخير الذي ضم مشايخ وأعيان المحافظة الذي كان من ضمنهم أحمد بن ساعد والشيخ صالح بن فريد، اتفقوا على أن تكون أو على أن يكون شعارهم شبوة أولا، ثم تأتي بعده المراتب الحزبية وتأتي بعده الانتماءات السياسية، وهذا هو يعني العشم فيهم وفي كل أبناء محافظة شبوة في الدعوة إلى 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 عدم نشر الفتن، إلى الاجتماع، إلى
الاهتمام بمحافظة شبوة بحقوق أبناء شبوة أولا، ثم تأتي بعدها المراتب السياسية والانتماءات السياسية بحيث لا تؤثر على أبناء المحافظة نفسها. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا السيد مقبل لكرش باعوض، عضو مجلس الشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا من شبوة، عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مقبل. مساكم الله بالنور. أهلا بك. إذا بداية، كيف ترى ما يحدث في شبوة؟ هل يمكن أن يؤثر على بنية المجتمع وتماسكه؟ والله في البداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأخوة في جماعة الجيش على اهتمامهم ب أوضاع محافظة شبوة. وفي الحقيقة يعني ما حصل من أزمة في شبوة هو يعني أزمة يعني كانت يعني خلال الأسبوعين الماضية أزمة مستحالة دون أي وجه حق. ففي كل الأحوال هذه الأزمة يعني أتعدد كمحافظة شبوة، وأنا أتوجه أولا بالشكر والتقدير للأخوة أعضاء اللجنة الأمنية في محافظة شبوة برئاسة الأخ المحافظ على إدارتهم للأزمة بحنكة ومرونة قصوى، كما أتوجه بالشكر لعلوية النخبة في محافظة شبوة الذين رفضوا أن يكونون جزء من مشكلة شبوة. وأيضا لا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مشايخ إلى بعض المشايخ من محافظة شبوة الذين بذلوا يعني جهود مثل الذي نجح سكين الحرب في شبوة. الحقيقة يعني ما حصل هو يعني هناك مشكلة كانت بين اللجنة الأمنية ويعني أحد الولايات النخبة يعني اللي كنا نشتغل يعني الحزام الامني على محافظه شبوة، فيعني يعني حاول اقتحام عاصمه المحافظه يعني بمجموعه عطب ومدرعات. يعني طبعا يعني كانت يعني كان تعامل اللجنه الامنيه تعامل مشروف جدا مع هذا الحدث، وهذه القوه التي دخلت هي مدعومه اماراتيا. النخبه الشبوعيه يعني زي النخبه الحضرميه والحزام الامني هي مدعومه يعني اماراتيا. هنا يعني ومن منبركم هذا انا اتوجه يعني الى الاخوه في دول التحالف لتصحيح العلاقه مع شرعيه الرئيس عبد ربه المنصور الهادي الله يحفظه، ويعني العمل على مساعدته في يعني دحر الانقلابيين ويعني بدل من تجويضه. نعم. يعني مساعدة بدل من تجويضه. للأسف يعني بصراحة نحن نقولها أنه يعني بعض دول التحالف بالذات الإمارات العربية المتحدة وهي دول شقيقة لا يوجد بينها يعني أي مشاكل هي واليمن، لكن يعني ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية من قبل الإمارات هو عمل يعني بصراحة نحن نقولها أنه عمل يعني غير مفهوم. هناك احزاب امني، هناك ميليشيات يعني نخبه يعني لم تكتفي بهذا، كانت النخبه لها دور يعني خاصه في شبوه وحضرموت كان لها دور ايجابي في استتباب الامن ومكافحه الارهاب. يعني ما يريد الدين بالله انه خلال الشهرين الماضيه هذا يعني عملت يعني الامارات على انشاء يعني انشاء ميليشيات جديده يسمون او تسم المقاومه. تجد مثلا في محافظه شبوه يعني لاكثر من 3000 او 4000 الان يتدربون، حينما تسالهم يقول لك نحن تبعنا انتقادي. طيب يا اخوه يعني ما هو الغرض من هذا القوه؟ يعني تجد هذه المؤثرات يعني وفروا لهم الاسلحه بكل انواعها، يعني الدعم ايضا من المقابل يعني المعنوي والمادي، وهذا امر يعني نحن يعني نقولها بصراحه انه امر
يقلب السفينه العامه في محافظه شبوه ثم في اليمن كله. نعم، هل هذا القلق نعم هل هذا القلق استاذ مقبل يعني هل يمكن ان ينجح؟ اسمعني هنا عندما تسال ان ما تشال مستعدي هذه الازمات وتقول لهم يا اخوة ام شبوه واستقرارها والحفاظ على سفينه طلعت ومدراتها مسؤوليه الجميع. يقول لك يا اخي انت اكيد انت يعني مدعوم من حزب الاصلاح او من علي محسن. طيب يا اخوة اذا كان علي محسن او حزب الاصلاح يريد الشبوه الخير فلماذا نحن نزعل منه؟ يعني لماذا ما نوجه اصابع الاتهام لمن يريد الشر في 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 يعني لاثر الشبوه؟ يعني كثير من نحصل من تصرفات هي غير مسؤوله، ونحن بصراحه انا اقولها اننا نحمل دوله الامارات المسؤوليه عن تدمير الاوضاع في الشبوه يعني دون مبرر، يا ريت تكون في مبرر، لكن حينما تقوم هذه الميليشيات يعني بالهجوم على شرعية الرئيس عبد الرب منصور هذه كيف نتسمر الكلام وهي عضو فعال في دول التحالف؟ ولذلك على دول التحالف ان تصححوا معها يعني مع شرعية الرئيس عبد الرب منصور هذه. والغريبة في ذلك ان المملكة العربية السعودية صامتة لا يوجد لها موقف محدد عما يجري في المحافظات الجنوبية. نعم، إذا برأيك هل سينجح أبناء ومشايخ وأعيان شبوة في تجاوز هذه الفوضى؟ مشايخ وأعيان شبوة بذلوا الجهد ليس هامده في يعني نزع سكين الحرب يعني بتوسط فيما بين اللجنة الأمنية برئاسة الأخ المحافظ وهي تمثل الشرعية وفيما بين يعني يعني بعض الأدوية وليس الأدوية كلها بعض الأدوية التي استعرضت هذه المشكلة يعني للمحافظة. هناك زي ما ذكرت في حديثي أدوية وطنية يعني بشكل ممتاز جدا رفضت أن تكون جزء من مشكلة شبوة وهذا يسجل لهم. نعم، إذا مؤخرا شيخ مقبل شاهد أنبوب النفط والغاز في شبوة عملية تفجير من قبل مجهولين، وهناك محاولات للسيطرة على حقول ومنشآت النفط وأنابيبها، ما هو موقفكم أنتم من كل ما يحدث؟ نحن بالنسبة لنا في محافظة شبوة جزء من النسيج الاجتماعي الجنوبي واليمني. يعني نحن أيضا المقابل جزء من شرعية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. نحن وأبناء شبوة الغالبية من أبناء شبوة يعني يرون بأنه أي يعني تحرك من أي طرف لإشعال حرب في شبوة يعني هو يتحمل المسؤولية من افتعال هذه المشكلة. أنا قد أدريت بأكثر من تصريح أثناء وجودي في الأزمة وقلت أننا نحمل المسؤولية يعني من بدا وافتعل هذه الازمه يعني باسمه وبموضعه. فلذلك بطلبكم من ابناء شبوه يعني مشايخ واعيان وقوه سياسيه موقفكم موقف يعني مشرف لدرع الفتنه في محافظه شبوه. يعني لدرع الفتنه في محافظه شبوه ويعني الابتعاد عن خلق العذرات الذي فعلا يعني من شانها قد تؤدي يعني بعمل كارثي في هذه المحافظه. يعني انا استمرت بعد يعني بين حين واخر. هذه العزمات التي تخرج في عدن، التي تخرج في شبوه او في ابين يوميا، نحن نرى ان المستفيد منها فقط هو بانتصارها. يعني هذا هو المن. يعني الاخوه في اليوم التحالف عليهم ان يفهموا انه في حاله تغيير الشرعيه السوريه برئاسه الرئيس عبد الرب منصور هادي فهم سيتحملون يعني سيتحملون يعني نتائج ذلك. وان المستفيد من ذلك هو يعني الحوزه هو ايران ليس اكثر من ذلك. نعم،
إذا شكرا جزيلا لك مقبل لك رشبعوض، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة. واسمح لنا أستاذ أكرم أيضا أن ينضم معنا الأستاذ علي الأحمدي الأمين العام المساعد لحركة النهضة عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. نعم أستاذ علي أنت معي على الهواء إن كنت تسمعني. أستاذ علي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. عودة إليك أستاذ أكرم. أستاذ أكرم ربما اتفقت أنت والشيخ مقبل لكرش في مسألة أن كل من يتحدث عن أمن شبوة واستقرارها يتهم بأنه يتبع هذا الفريق أو ذاك، بالتالي يعني هل الحديث عن أمن شبوة واستقرارها وتماسك المجتمع أصبحت تهمة؟ الحديث عن أمن المحافظة واستقرارها هو من الأسس التي تنشر السلام وتنشر الاستقرار وتنشر الأمن في المحافظة. وطبعا في الأصل هذه ليست تهمة إلا في عقل من لديه مرض، والحمد لله أنه يوجد كثير من العقال وكثير من الوجاهات التي استطاعت يعني لجم بعض الصراع المتواجد وتقليص مساحته. تلك القوى الشبوانية النبيلة، تلك القوى الشبوانية المخلصة لشبوة والمخلصة للوطن بكله، قامت كما ذكرنا بتهدئة الأوضاع ونزع فتيل الفتنة، ولكن المحافظة لا يعني لا تزال مخترقة، بحيث أنه هذه القوى الشبوانية لا تزال بعيدة عن وقف نهب النفط الحاصل ونهب الغاز في هذه المحافظة كغيرها من القوى في المحافظات الأخرى. والتي طبعا أنا أؤيد كلام الأخ بأن التحالف بشكل عام هو المسؤول الأول عن هذا الصراع القائم في المنطقة الجنوبية. نعم سنتحدث عن دور التحالف فيما يحدث خاص والمناطق نعم. المحررة أستاذ أكرم سنتحدث عن دور التحالف فيما يحدث خاصة السعودية التي ترأس هذا التحالف، لكن اسمح لنا أن نذهب مرة أخرى للأستاذ علي الأحمدي الأمين العام المساعد لحركة النهضة عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. اهلا وسهلا، مساء النور لك يا اختي الكريمه والساده المشاهدين جميعا. اهلا بك استاذ علي، ونود ان نعرف من خلالك ما الذي يدور بالضبط في شبوه، يعني ما الذي يراد من تأجيج الصراع فيها؟ ما يجري في شبوه لا يمكن ان نفصله عن المشهد العام وما يحتمل في باقي المناطق في البلاد خصوصا المناطق المحرره. هناك يعني منازعه للشرعيه في وجودها ودورها في هذه المناطق، وهناك تفريخ لميليشيات، وهناك إرباك الوضع بشكل عام. فلا يمكن فصل شبوة عن الإطار العام الذي يجري والذي ينحرف بالتحالف وبالحرب عن هدفها الأصلي الذي قامت لأجله. ولكن هناك خصوصية في شبوة يمثل البعد الاجتماعي الذي تتمكن منها محافظة شبوة، واللي حافظ على شبوة كثيرا في عدة مواقف وأزمات مرت وعصرت البلاد، وغلب العقلاء من أبناء شبوة الصالح العام، وأن شبوة لم يعني لم تجني
من السياسات سواء في ايام التشطير او ما بعد الوحده الا التهميش والصراعات. لذلك فضل ابناء شبوه ان يحافظوا على اللحمه الاجتماعيه. معروف ان ابناء البيت الواحد يتوزعون بعضهم يعني يعمل في النخبه واخرون في الامن والجيش، وهذا التنوع سبق طبعا تنوع سياسي كان في شبوه بعد اعلان الوحده، انتماءات متعدده داخل البيت الواحد. هذا كعبت ورسخ عند الناس ان لا يمكن ان يتقاتل ابناء المنطقه الواحده او القبيله الواحده لاجل تباين او اختلاف سياسي. من حق كل مكون ان يعبر عن رؤيته و يناضل لاجل ما فكرته، ولكن لا يفرض ذلك بالقوه ولا تفك الدماء لاجل هذه الافكار السياسيه. الحد الاخير حصل نوع من التجاوز من بعض الاطراف، حصل هناك شحن متبادل، ولكن العقلاء استطاعوا تجنيد المحافظه، ولكن ما حصل يعني نعتبر انه اخمدت الفتنه، ولكن يبدو ان هناك بعض الاطراف لم يرق لهم ذلك، ولا تزال هناك محاولات من هنا ومن هناك لاجل الشبوه الى تصعيد وصراعات لن تجني منها البلاد ولن تجني منها الشرعيه الا مزيد من التشتيت ومزيد من الاضعاف. إذن ما صحة وجود خلافات أو تباينات بين شركاء التحالف الرياض وأبو ظبي في هذه المنطقة؟ والله بالنسبة للتباين هو كلام يعني غير واضح. نحن لا نتكلم عن تحالف عربي يعني كان للمملكة العربية السعودية يعني فضل ان كانت هي التي اعلنت عنه ودعت باقي الدول للدخول فيه، وكان هذا بطلب من رئيس الجمهوريه الامير عبد الرب المنصور حين طلب تدخل المملكه العربيه السعوديه لدعم الجمهوريه اليمنيه في استعاده الدوله والشرعيه ودهر هذا الانقلاب والتدخل الايراني. فعندما نتحدث عن تفصيلات نحن ينبغي ان يكون هناك وضوح في هذه المساله ومكاشفه من قياده الشرعيه مع الاشقاق المملكه العربيه السعوديه حول كل ما يجري في المناطق المحرره، وعن هذا الانحراف الواضح الذي حدث و يعني ادخال المناطق المحرره في دوامات من الصراع والتكتلات المتباينه. الامر هذا لا يخدم احد، لا يخدم الشرعيه والعوده مصير الدوله، ولا يخدم ايضا المملكه العربيه السعوديه في الصراع الذي تقوده امام التدخلات التخريبيه التي تستهدف الجزيره العربيه بشكل عام. وما يجري مؤخرا ما هو الشاهد على مثل هذه النوايا الخبيثه التي تريد الاضرار بالمملكه العربيه السعوديه وباليمن وبدول الاقليم بشكل عام. نعم، لكن يعني ما يلاحظ نعم الملاحظ استاذ علي العفو على مقاطعتك الملاحظ ان الخلاف يتركز في مناطق النفط والغاز، يعني عمليه الانتاج النفطي وظروفه في بيئه معقده. هل تتوقع ان يعني تخضع بعض الشركات للابتزاز الاماراتي او سيكون لها نصيب فيها؟ أنا لا أتوقع أن الأمر علاقة بمثلا منافع مالية لأي دولة من دول التحالف. دول التحالف من الدول المصدرة للنفط ومن أغنى الدول في العالم، لا تحتاج مثل هذه الأمور. لكن المسألة تتعدى مسألة المناطق النفطية، تتعدى إلى المناطق التي لا يجب أن مثلا سقطرى، مثلا مدينة عدن العاصمة. يعني هذا الصراع الجاري والمخزي، انا اقول انه هذا امر يعني لا يشرف احد، يعني ما يجري في عدن اربع سنوات، وايضا في المكلا يعني مدينه المكلا التي لا علاقه لها بالنفط، يعني
مدينه رئيس فيها صراع سياسي، مدينه يعني فيها سلطه واحده ورئيس فيها صراع، مع ذلك ما تردي يعني يعني مخزي في جانب الخدمات، الكهرباء، الشوارع، الصرف الصحي، غير ذلك، الجانب الصحي والطبيه. يعني ليس معقول ان مدينه مثل مدينه عدن ياتي المرضى الى بحالات حاليه الى المستشفيات ولا يجدون المستشفيات الخاصه والمستشفيات الحكوميه ولا يجدون اسره لمرضاهم في الحالات التي تحتاج انعاش بعد 4 سنوات من تحرير هذه المدينه. هذا الامر يحتاج الى وقفه جاده وعوده بالمعركه الى مسارها الصحيح وتوحيد كل الجهود ضد العدو الانقلابي وضد التدخل الايراني، لا ان نشغل الشرعيه بمعارك داخل محافظات محرره ومستقره ومناطق يجب ان تشهد استقرار و يعني يتوافد اليها اليمنيين من كل مكان، مثل يعني عدن ومثل المكلا ومثل سقطره ومثل المهره. نحن بحاجه الى اعاده يعني تصويب هدف التحالف الذي يعني شابه بعض الانحراف الذي بدا واضحا بالعين ولم يعد بالامكان ان يعني يعمل في هذا الامر، او ان نقول ان الامر يعني يمكن ان يصبر عليه، لانه وصل الى سقف يعني ناقص الخطر وبوادر الاحتراب والاقتتال بين الاخوه والاشقاء في المحافظات الهادئه مثل المحافظات مثل هذه الاحداث الاخيره اللي جرت في سقطرى وشبوه. الامر بلغ مداه ونتمنى ان تكون الامور اتضحت بشكل كافي للجميع. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ علي الاحمد الامين العام المساعد لحركه النهضه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اليك اكرم، يعني برايك ما الذي يتوجب على الشرعيه في تصحيح علاقتها بالتحالف لايضا نزع او كف يد الامارات من مقدرات الشعب اليمني سواء في سقطرى، في عدن، في شبوه وفي كل مكان تصل اليه؟ الشرعية دعت إلى تصحيح الخلل الذي حدث بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الداخلية أحمد الميسري، وهذه الدعوة واضحة وصريحة في أن هناك في أن الشرعية تريد تصحيح خلل ما موجود، وهذا الخلل واضح ويراها الجميع. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا. الشرعية متضررة جدا. صحيح. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا إبراهيم القاطبي المحلل السياسي عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. نعم، إذا ميناء بلحاف والغاز اليمني وتهريب النفط أيضا والغاز عبرها سيطرة القوات الموالية للإمارات على حقول النفط وخطوط التصدير أيضا، برأيك إلى أين يمضي كل ذلك من تمادي للوجود الإماراتي وصمت الشرعية؟ أنا في اعتقادي أنه ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية وعلى وجه التحديد في محافظة شبوة هو انقلاب كامل الأركان على السلطة الشرعية. كما تعرفين يعني هناك تجنيد مؤخرا في محافظة شبوة، تم استحداث 5 معسكرات تدريبية لما يسمى بالنخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي الجنوبي. هناك تجنيد مستمر، وكما تعرفين لا يوجد هناك يعني مثلا ميليشيات تابعة للحوثية وأي ميليشيات أخرى في هذا المحافظة، ولذلك التجنيد المستمر واستحداث المعسكرات فقط يصب ضد السلطة الشرعية وضد المعسكرات التابعة للسلطة الشرعية. فلذلك أنا في اعتقادي بالمضي قدما كل تلك التحركات مهما حصلت من يعني لجان وساطة أو يعني محاولات يعني لإيقاف كل الانفجار في هذه الأماكن لن تؤدي إلى شيء طالما وهناك مخطط
يعني جاري على قدم وساق للانقضاض على الشرعية، للانقلاب على الشرعية، لتجنيد المواطنين، لتجنيد العسكر ضد الحكومة الشرعية. سيتم ذلك في الأيام القادمة. هناك يعني مخطط كامل للمناطق الجنوبية من قبل، مدعوم من قبل النظام الإماراتي والنظام السعودي أيضا، من عدن وحتى حضرموت وشبوة وسقطرة. هناك دعم وتسليح، هناك معسكرات تقام بشكل شهري في كثير من المناطق. على سبيل المثال مثلا في محافظة شبوة منذ نهاية شهر مارس رصدت كثير من التحركات العسكرية ووصول كثير من المدرعات والأطقم العسكرية بقيادة الإنقلابي محمد البوحر، واستحدثت كثير من النقاط العسكرية منذ شهر مارس. وهذا دليل واضح أن هناك التهيئة للانقلاب على السلطة الشرعية، وأيضا في نفس الوقت الاستيلاء على القطاع النفطي الهام والطريق انبوب النفط الذي يعني يسير إلى ميناء شبوة. هناك معسكر تدريبي للنخبة الشبوانية في قرب مدينة عتق، هناك معسكر تدريبي في الجبل الأبيض بشبوة، هناك معسكر تدريبي في مدينة عسيلان، وهناك يعني استحداث لمعسكرات في بيحان وفي مناطق مختلفة لهدف السيطرة على القطاع النفطي ومحاصرة القوات التابعة للشرعية. نعم، إذن كيف تنظر إلى النفس الوحدوي في شبوة، محاولة شيطنتي عن طريق تهم القاعدة ومرة أخرى عبر محاولة خلق صراعات قبلية في المحافظة؟ في الجنوب بشكل عام هناك كثير من الوحدويين، وأنا في اعتقادي أن الصوت الوحدوي والصوت الوطني والصوت الذي يريد أن يحافظ على وطنه ومكتسباته وأرضه من الانقلاب الداخلي ومن الاستعمار والاحتلال الخارجي قوي جدا. لكن من يتصدر المشهد اليوم هم كثير من المرتزقة الذين يتم تمويلهم حديثا من قبل النظام الإماراتي من أجل خلق زوبعة إعلامية كبيرة وتقديم الشارع الجنوبي على أنه شارع انفصالي وشارع مليشياوي، وهذا منافيا لما يجري على أرض الواقع. كما تعرفين هناك يعني أبناء شبوة أنفسهم انتفضوا ضد هذه النخب أو المليشيات. من الخطأ أن نسميها حتى النخب الشبوانية، لأن أبناء شبوة ليسوا يعني لا يتبعوا مليشيات ولا هم ضد الحكومة الشرعية ولا هم يقبلون بالاحتلال والاستعمار الخارجي أو أن يكونوا تبع للخارج، وبالذات مثل دولة جديدة في المنطقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. فهناك يعني طبعا أموال كثيرة تنفق على هذه المليشيات وعلى هذا الإعلام من أجل إظهار الشارع الجنوبي على وصلت الفكرة مع الانفصال وضد الشرعية. نعم، إذا وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك إبراهيم قاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أكرم في دقيقة إذا سمحت، كيف يمكن أن يتعامل مجتمع شبوة المتماسك مع محاولات إغراقه بالفوضى، وما يعني مدى تماسك هذا المجتمع؟ المجتمع الشبواني أختي العزيزة هو مجتمع صلب ومجتمع متماسك جدا، وقد قرر في المجتمعون في الاجتماع السابق الذي حدث في الأسبوع الماضي أنهم يلتفون جميعا حول شعار شبوة أولا، ثم تأتي الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية. أحب أن أعلق على كلام الأستاذ القاطبي من ناحية أن ذكر الميليشيات وأن الذين في الواجهة الآن هم مرتزقة أو كذا، أقول له في من هذه الناحية أن الجنوبيين ولهم قضية، لهم قضية عادلة، وخرج الآلاف في المطالبة باستعادة حقوقهم. لهم دولة كانت قائمة ودخلت في وحدة، تلك الوحدة تم إفشالها من علي عبد الله الصالح وبعض القوى السياسية في الشمال والتهور الذي كان حاصل في الجنوب. المهم أن الجنوبيين لهم قضية عادلة بغض النظر عن وجود بعض الميليشيات التي
التي ذهبت بتهور مع بعض القوى الخارجية. نعم، لا يختلف اثنان أستاذ أكرم على قضية الجنوب العادلة، وربما نحن عايشناها نعم. منذ بدء نضالهم السلمي في 2007. شكرا جزيلا لك أكرم القعيطي الناشط الإعلامي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.